بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه وصحبه. السيد وزير الدولة، السيدات والسادة الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأسبوع الماضي كان هناك واحد حفل لتسليم شواهد للمكونين في مجال تطبيق وتنفيذ القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات. التكوين اللي تم بتنسيق مع اليونسكو وفق المعايير الدولية. اخترت باش نهضر على هذا الموضوع لأهميته، لأن المواطنات والمواطنين خصهم يعرفوا بأن اليوم احنا كنشتغلوا على هذه المسألة، ولكن هي كتحتاج للتفاعل ديال المواطن أيضا للاستفادة من هذا القانون المهم. هو قانون الحق في الحصول على المعلومة لكي يعطي المواطنات والمواطنين أفرادا أو في إطار المجتمع المدني أو رجال الصحافة أو غيرهم الحق في الحصول على المعلومات التي يريدونها وفق ما يقتضيه القانون. وحنا كنشتغلوا اليوم لأن احنا في المرحلة ديال التنزيل ديال القانون. بدأ العمل بالقانون ابتداء من 12 مارس 2019 بعد سنة من نشره، وهذه السنة هي سنة إرساء البنيات وإعداد الوسائل باش يكون التنفيذ ديال هذا القانون جيد. ولذلك احنا بدينا الورش ديال التكوين، اختار اكثر من 700 موظف تقريبا يمثلون مختلف الادارات والمؤسسات العموميه المعنيه سواء مركزيا او جهويا. هادو اخترتهم الادارات ديالهم، لكن خصهم التكوين لان هذه واحد العمل مهني اللي يحتاج الى اعداد، او اولا في توفير المعلومه، ثانيا في تخزين المعلومه، ثالثا في النشر الاستباقي للمعلومه. ماشي ضروري حتى يجي كاع المواطن، خصهم حتى يبقى شي حاجه اللي ما لقاهاش يجي يطلبها باش نحسنوا الصبيب ديال المعلومه اللي كتجي من الاداره او من المؤسسه العموميه نحو المواطن. فلذلك عندنا جوج مراحل. المرحله الاولى هي تكوين مكونين وفق المعايير الدوليه، تكونوا ما يقرب من 50 شخص بالمناسبة منهم 50% من النساء 50% من الرجال. داروا التكوين وفق باش يتعرفوا على القانون مزيان ويعرفوا كيفاش غيطبق القانون والمهنية في تطبيق القانون وفي توفير المعلومة وفي إعطاء المعلومة والجودة أيضا. وبعد هذا التكوين وسلمنا لهم الشواهد، غادي يبداو المرحلة الثانية، غادي يكونوا الموظفين اللي غادي يمكنوا المواطنات والمواطنين وطالبي المعلومات من هذه المعلومة. هذا القانون هو مهم جدا لأنه المغرب من الدول القليلة اللي عندها قانون من هذا النوع، واللي مكننا هذا القانون مكننا باش نضمه إلى الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة. الآن احنا في المرحلة اللي فيها عدد من الناس، وفيها تنظيم دورة تكوينية لفائدة الموظفين والتكوين ديالهم إلى آخره، ولكن فيها أيضا تحسيس المواطنات والمواطنين لأن هذه الإمكانية موجودة وأن من حق المواطنات والمواطنين الحصول على هذه المعلومات والبحث عليها، ومن واجب الإدارة تعطي هذه المعلومة بالمعايير التي يريدها المواطنات والمواطنين. وكنعتبر أن توفير المعلومة بهذا الشكل بطريقة استباقية أو بعد طلب طرف آخر مهم جدا في شفافية العمل ديال الإدارة. هذا الشيء راه فيها كثير من الامور اللي كيحتاج، مثلا في المباريات، في الادونات وفي الرخص ديال الاستغلال، في جميع فلذلك اذا هو يعطينا الشفافيه ديال الاداره، النزاهه ايضا في مراقبه بحال الصفقات او غيرها من المعلومات، الميزانيات سواء كانت قطاعيه او ميزانيه ديال المؤسسات العموميه او غيرها، نوفروها بطريقه سهله، بطريقه مبسطه، بطريقه جيده باش تكون عند المواطنات والمواطنين وخصوصا المجتمع المدني اللي هو شريك واللي من حقه يحصل على هذه المعلومات اللي كتهمه، اللي غيتسهل عليه هو القيام بالمهمه ديالو او بمختلف المهام اللي كيقوم بها. وبهذه الطريقه يمكن نتقدموا اكثر في مجال النزاهه وفي مجال الشفافيه وفي مجال مكافحة الفساد، مكافحة الفساد أيضا. لا شك أن هذا الورش اللي بدات بلادنا من إخراج القانون ومن الانضمام إلى الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، مكنا من بين عوامل أخرى وجهود أخرى قامت بها الحكومة باش نديروا هذه القفزة في ترتيب
ديال المغرب في مؤشر ملامسة الرشوة للتحسن ب 17 نقطة في سنتين، وكما قلت من قبل في البرلمان هذا تحسن غير مسبوق في تاريخ المغرب، سنتين متتاليتين أولا 17 مرتبة من مرتبة 90 مرتبة 73. لكن إتقان هذا الورش من بعد والإخراج دياله بالطريقة السليمة وتوفير البنيات والوسائل باش المعلومة تكون الإدارة شفافة في أعمالها في مبادراتها في صفقاتها في قراراتها، هذا كله إن شاء الله غادي يمكننا باش نقاوموا الفساد ونرفعوا درجة الجاهزية ديال الإدارة باش تأدي الدور ديالها تجاه المواطنات والمواطنين ونوفيوا بالانتظارات الموجودة إن شاء الله. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.